أم حسن من الليث، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ترافل يا شيخ، تفضلي سؤالك هل يجوز البخور بعد المغرب حتى صلاة العشاء؟ كيف؟ هل يجوز تبخير المنزل بعد المغرب حتى العشاء؟ هل يجوز تبخير المنزل من المغرب حتى العشاء؟ أي هل يجوز أم لا يجوز؟ طيب، تبخير المنزل بالطيب جائز في كل وقت، في ما بعد المغرب إلى العشاء، وفي ما بعد العشاء، وفي الليل والنهار جائز حسب الحاجة، ليس له وقت محدد. ولا يعتقد أن في تبخير المنزل طردا للشياطين أو ما أشبه ذلك، وإنما القصد منه تطيب الرائحة، تطيب رائحة المنزل. نعم.